السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نستكمل مسيرتنا في كورس الـ A Plus المحاضرة رقم 13. هنتكلم مع بعض على Understanding Display Devices. هنشوف إيه هي وسائل العرض المتوفرة عندنا في الكمبيوتر بتاعنا اللي من خلالها بنشوف إيه اللي بيحصل جوه الكمبيوتر. محاضرة جميلة جدا، مهمة جدا. خدوا يا جماعة الأمور ببساطة، مش عايز تفاصيل أكتر من التفاصيل اللي موجودة هنا هوت، وأهم حاجة نفهم الفكرة العامة. مبدئيا كل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، احنا النهارده هنتكلم على ثلاث حاجات: المونيتور العادي اللي هو اول اللي احنا بنسميه السي ار تي، هنتكلم على ال سي دي، هنتكلم على البروجيكتور. الحاجات دي كلها احنا عايزين بس نفهم فكره شغلها عامله ازاي. يعني انا ما يهمنيش، انا مش في النهايه مش هصلح الحاجات دي، بس انا يهمني فكره عملها عامله ازاي. محاضره جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. يعني اخذت مني وقت كتير في التحضير بتاعها، بس يعني محاضرة من المحاضرات إن شاء الله اللي تطلع محاضرات كويس. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت اجعل الحزن إن شئت سهلا. عندنا الفيديو ديسبلاي يونت او اللي احنا بنختصرها الى الفي دي يو، هي طبعا الوسيله الاساسيه اللي احنا بنشوف فيها المعلومات اللي بتطلع من الكمبيوتر اللي موجود عندي. فاذا انا عشان اعرف ايه اللي جوه الكمبيوتر لازم استعمل حاجه احنا بنسميها الفي دي يو. هنبدا ان احنا نتكلم اول حاجه على الفيديو ديسبلاي تايب، هنشوف ايه هي الوسائل اللي احنا بنشوف من خلالها. بعد كده هنتكلم على كروت الشاشات والحاجات اللي موجوده عندنا، بس النهارده هنركز على الفيديو ديسبلاي تايب، تمام؟ وهنركز على الثلاث انواع دول. اول حاجه السي ار تي ديسبلاي اللي هو الشاشه او المونيتور التقليدي بتاعنا اللي هو بيكون له ظهر كبير موجود عندنا. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها اللي هي ال سي دي، تمام، او ليكويد كريستال ديسبلاي. بعد كده هنتكلم على البروجيكتور او البروجيكشن سيستمز بانواعها المختلفه اللي موجوده عندي. نبدا باول حاجه بالسي ار تي. السي ار تي اللي موجوده عندنا هي اختصار لحاجه احنا بنسميها الكاثود ريلي تيوب اللي موجوده عندي. بيتكون من ايه؟ خليني ابدا في الشرح على طول. هنلاحظ ان طبعا الشاشه هي اللي في المقدمه، انا هبدا اشرح من الظهر. عندي حاجه هنا هو اسمها بنطلق عليها اسمها الالكترون جن. الالكترون جن او اللي هو المسدس بتاع الالكترونات. من اسمه كده ان هو بيطلق الكترونات. فانا عندي هنا ثلاث مسدسات للالكترونات اللي موجوده عندنا او اللي احنا بنسميها الالكترون جن. الالكترون جن دول احنا بنسميهم بنديهم اسم ثلاث مسدسات دول ريد اند جرين اند بلو او اللي احنا بنسميهم الار جي بي. يبقى كل واحد من دول مسؤول عن لون او اللي هو الريد والجرين والبلو. مش معنى كلامي ده ان هما ان في واحد بيطلع لون اخضر وفي واحد بيطلع لون احمر وفي واحد بيطلع لون ازرق، تمام؟ لا، هو كل واحد من دول هو المسؤول عن اللون الاخضر، بس هو ما بيطلعش لون اخضر، هو بيطلع الكترونات فقط لا غير. وهنفهم الفكره بتاعتهم عامله ازاي. ازاي بيطلع الالكترونات اللي موجوده عندنا؟ بيطلع الالكترونات ديت من خلال ان هو لما بيحصل فيه عمليه تسخين فبيطلع منه هنا هو حاجه احنا بنسميها الكترون بيمز، هيطلع منه مجموعه او شعاع من الايه؟ الالكترونات اللي موجوده عندنا. ايه اللي هيخلي الالكترونات دي تمشي من اول هنا وتروح لحد هنا؟ لان انا عندي هنا هو الالكترونات طبعا بتكون سالبه، وعندي هنا هو اللي هو القطب الموجب اللي موجود عندي، تمام؟ فاذا الالكترونات السالبه هتروح فين؟ في اتجاه اللي احنا بنسميه هنا هو الانود، تمام؟ عشان ان هي هتمشي في الاتجاه ده اللي موجود عندنا. ايه اللي هيحصل هنا هو؟ هتروح هناك لما توصل في نهايه الشاشه خالص هتخبط في الشاشه من قدام ازاز، ومن الظهر بتاعها من ورا بيكون في عندي فوسفور. مجرد ما الالكترونات اللي موجوده عندي ديت تضرب في الفوسفور، الفوسفور ساعتها هينور، والاضاءه دي هتظهر لي في من قدام خالص، من قدام الشاشه، من الازاز اللي قدام الشاشه اللي موجود عندنا. فاذا هيطلع شعاع من اللي هم اللي احنا بنسميها الالكترون جانز اللي موجوده عندي. مجرد ما يلمس شاشه الفوسفور هيحصل وميض، الوميض ده هيمثل لي النقطه اللي هيضربها الفوسفور دي هتمثل لي نور، النور ده هيطلع من الشاشه اللي قدام اللي موجوده عندي. طيب بيجي عندي بعد كده هو، طب الشعاع ده هو هيضرب في نقطة معينة، ايه اللي هيخلي الشعاع ده هو ان هو يضرب في النقط اللي موجودة على الشاشة ككل؟ هنا ده اللي بيكون عندي حاجة اللي احنا بنطلق عليها اسم الفوسفور لاير، اللي
اسف، بيكون عندي اللي هي دي اللي احنا بنسميها الكويلز اللي موجوده عندنا. الكويلز دي هتعمل لي مجال مغناطيسي بحيث ان هي تتحكم في الشوايع، ان هي تخليه يروح يمين وشمال وتخليه ان هو يروح فوق وتحت، بحيث ان هو يقدر يضرب في اي نقطه من النقط اللي موجوده عندي هنا اهوت. طبعا انا قلت في الاول ان هو الشعاع ده مجرد ما يضرب في الفوسفور اللي موجود عندي هيحصل نور. الفوسفور ده هو متكون من لايرز او طبقات. الطبقه اللي موجوده اللي هي بيكون فيه ثلاث طبقات، تمام، كل او الطبقه اللي احنا بنسميها الريد والجرين والبلو، هو هنا مسميهم زونز اللي موجودة عندنا. لو احنا تخيلنا الشاشة اللي موجودة عندي هتبقى بالمنظر ده، هو ان هي النقطة دي زرقاء، النقطة دي خضراء، النقطة دي حمراء، تمام. يبقى بالمنظر ده لو احنا مثلا قلنا اللي هو الرقم واحد ده الالكترون جان اللي موجودة عندي، هيطلع مجموعة من الالكترونات اللي هي ملهاش لون، تمام، بس بتوجه دايما لمين؟ في طبقة الفوسفور، إلى النقط الخضراء اللي موجودة في طبقة الفوسفور اللي موجودة عندنا. فعشان كده المسدس ده هو اللي احنا قلناه الجنب ده احنا سميناه ان هو الجرين مثلا، هو بيطلعش لون أخضر زي ما هو موجود في الرسم، ولكن هو متخصص ان هو هيضرب بس في النقط أو الدوتس الخضراء اللي موجودة عندي في الشاشة. فإذا ده مجرد ما يضرب في نقطة موجودة عندي في الشاشة فبالمنظر ده هو إيه اللي هيحصل؟ هتنور لون أخضر موجود عندي في الشاشة. نفس الحكاية بالنسبة مثلا للريد، الريد اللي هو تحت خالص اللي موجود عندنا، ده اللي موجود عندي الإلكترون جان هيطلع مجموعة من الإلكترونات هتوجه فقط إلى النقط الحمراء اللي موجودة عندي في الشاشة، فبالمنظر ده هيولع اللي هو إيه اللون الأحمر هيظهر لي في الشاشة. الإلكترون جان ده هو لما بيضرب في طبقة الفوسفور يا جماعة ما بيفضلش منورة على طول، هي بتتوهج وتفضل منورة لفترة معينة وبعد كده تنطفي مرة تانية. فعشان كده الإلكترون جان المفروض ان هو يستمر على طول في حذف في قصف الإلكترونات ناحية الإلكترونات ناحية ايه طبقة الفوسفور عشان تولع تعمل إضاءة، والإضاءة دي تظهر لي من قدامي من الشاشة اللي موجودة عندنا. عشان اضمن ان كل الالكترونات اللي بتطلع من هنا ان هي تروح للنقط بتاعتها بالظبط، بنستعمل يا جماعه حاجه اللي احنا بنسميها الشادو ماسك. الشادو ماسك هي عباره عن قطعه معدنيه موجوده عندنا فيها فتحات رفيعه جدا جدا جدا. الهدف منها ان هي بتكون زي المسار، لما الالكترون جان بيضرب رايح للاخضر، الاخضر ده بيعدي من الفتحه اللي موجوده عندي اللي هو تمام، وبتروح لمين؟ للاخضر. فده اللي هو بيضمن لي ان هي ان كل الكترون جان هيضرب في الحته بتاعته او هيضرب في اللون بتاعه اللي موجود عندنا. مش معنى كده ان كل فتحه بتعدي لون واحد بس، لا، هي ممكن كل فتحه من دول ان هي تعدي الشعاع بتاع الاخضر والشعاع بتاع الازرق والشعاع بتاع الاحمر اللي موجود عندنا، بس كل واحد منهم بيخش بزاويه مختلفه للون اللي هو رايح له اللي موجود عندي في طبقه الفوسفور اللي موجوده هنا اهوت. فدي ببساطه جدا اللي هي الشادو ماسك، تمام. الشادو ماسك عملوا طبعا دي كانت تكنولوجيا قديمه، عملوا بعد كده تكنولوجيا جديده ان هم خلوا الالوان بدل ما هي تبقى دوتس على الشاشه بالمنظر ده خلوها ان هي تبقى ايه زي ما احنا شايفينها المنظر ده بالطول، وعملوا هنا هو الجريل اللي موجود عندنا او الشبكه اللي موجوده عندنا بدل ما هي تكون دوائر ان هي بتخش فيها ايه الشعاع الالكترون اللي جاي من عندي هنا هو بيخش على الشاشه والجزء اللي هو بيحصل فيه التلاقي بيقوم منور عندي اوتوماتيك. طبعا الار جي بي هم الالوان الرئيسيه، بخلط الالوان دي مع بعض بتنتج عندنا كل الالوان اللي موجوده عندي في الشاشه. يبقى انا ببساطه كده اهوت، تمام، ان انا عندي الكترون جان هيضرب مجموعه من الالكترونات، عندي ثلاثه الكترون جان ثلاثه لكل لون هيطلعوا الكترونات ما فيهوش ملونين. هيطلع بعد كده عندي الكويلز اللي موجوده عندي هنا اهوت، هي اللي هتتحكم في الالكترونات. اول حاجه هتروح للشاشه هتنجذب، هي سالبه هتنجذب للموجب فهي هتمشي بالمنظر ده لهنا. عندي الكويلز اللي موجوده عندي دهيت هي اللي هتوجه الشعاع دهوت الى المناطق المختلفه اللي موجوده في ظهر الشاشه اللي هي مطليه بماده الفوسفور. ماده الفوسفور مجرد ما بيجي لها ضوء بيجي لها شعاع من دول بتنور، تمام، وبعد كده بتظهر عندي اللون من الناحيه الثانيه على حسب الشعاع ضرب انهي طبقه او انهي دوس موجوده في الشاشه اللي موجوده عندي. كلام بسيط جدا، بحاول نبعد جامد جدا عن الكهرباء، كلام اي حد ان هو في مستوى عادي ان هو يقدر يفهم.
دي فكره عمل السي ار تي مونيتور اللي موجود. من المشاكل اللي هي بتحصل في السي ار تي مونيتورز البيمنت او الشعاع اللي هو بيضرب عندي اللي هو بيضرب في الشادو ماسك اللي موجود عندنا بيبقى فيه طبعا انتوا عارفين ان الشعاع ده هو بيتم التحكم فيه زي ما انا قلت ان هنا من خلال اللي هي الكهرومغناطيسيه المجال المغناطيسي اللي موجود عندنا. المجال المغناطيسي ده هو لو لما بيضرب في الشادو ماسك ممكن تحصل هنا هو مجال كبير من المجال الكهرومغناطيسي، فبالتالي بتلاقي الصوره وحشه او بتلاقي مثلا يا جماعه كده هو الصوره من هنا هو كلها مثلا لونها بامبي وردي لونها ازرق كده هو او الصوره ساعتها وحشه جدا. في السي ار تي مونيتور احنا بنعمل حاجه هنا هو بيكون عندي يا اما زرار او اللي هو حاجة احنا بنسميها الديجاز اللي موجودة عندنا. الديجاز ده هو طبعا هو معناها ان هو بيعاد المغناطيسية، بيشيل المجال المغناطيسي، بيحاول يشيل اكبر قدر ممكن، ويقدرش طبعا يخليه متعادل مغناطيسيا، بيشيل اكبر قدر من المجال المغناطيسي من الشادو ماسك اللي موجود عندي، تمام، بحيث ان هو يخليها متعادلة مغناطيسيا فترجع الصورة تبقى كويسة. في دايره جوه تمام او في كويل جوه او في ملف جوه اسمه ديجاز كويل هو اللي بيقوم بالوظيفه دي. المفروض انت المونيتور بتاعك في بعض المونيتورز بتعمل الموضوع ده هو اوتوماتيكيا كل مره لما يشتغل الكمبيوتر بتاعي تمام، ولكن في بعض المونيتورز ما بتعملش ده هو وبتضطر ان انت تستعمل حاجه من الاثنين، يا اما تدوس على زرار فيشغلك الخاصيه دي تمام، يا اما تخش على المنيو بتاعه المونيتور بتاعك يعني من خلال الزراير اللي موجوده في المونيتور بتاعك. مثلا هنا بتكلم على شاشه ديل فهي موجوده في اوبشنز، دايما يا جماعه هتلاقوا عليها علامه مغناطيس وعليها علامه ايه يعني هشيل المغناطيسيه اللي موجوده عندنا، مجرد ما اضغط عليها هلاقي زي الشاشه كده اهوت هتتموج وهيطلع كده منها صوت عالي كده اهوت تمام، وبالمنظر ده اهوت يبقى المغناطيسيه اللي موجوده عندي في الشاشه راحت وهتلاقي ان الالوان ظبطت مره ثانيه في الشاشه والشاشه رجعت سليمه. انا المونيتور كنت جبته من 5 سنين وهو لسه طالع من علبته ما اشتغلش، كان في نفس المشكله دي، هي مجرد ما عملتها خلاص. في بعض الناس بتحط سماعات كتير جنب الكمبيوتر فتلاقي الالوان بتاعته باظت او حماشة من جنبه مجال مغناطيسي قوي فتأثر بيه فتلاقي الشاشة كده هو بقى فيها ألوان غريبة، مجرد ما بنعملها بالمنظر ده بتشتغل. طبعا الكلام ده هو ما بيتعملش غير مع مين؟ مع ال CRT monitors. ليه؟ لأن ال CRT monitors هي بس اللي بتستعمل مجال مغناطيسي. ال LCD زي ما هنعرف بعد كده بتستعمل حاجة اللي احنا بنسميها الليكويد كريستال، يعني مفيش فيها خالص مجال مغناطيسي، فعشان كده الاوبشن ده مش هتلاقيه في ال LCD، هتلاقيه بس في الشاشات الكبيرة أو اللي احنا بنسميها ال CRT monitors اللي موجودة عندنا. من النصايح اللي هو بيقول لي لو سمحت كتر ما تعملش العملية بتاعت الديجاز الموجودة عندنا دهيت أكتر من مرة واحدة كل 30 دقيقة، يعني عملتها مره واحده ما ظبطتش تقوم عاملها مره ثانيه لا ده ممكن يبوظ الشاشه بتاعتك تمام، فدي تعملها مره واحده تمام كل او يعني كل 30 دقيقه، لو عايز تكرر العمليه مره ثانيه سنه 30 دقيقه اعملها مره ثانيه. طيب نيجي نشوف ايه هي الحاجات اللي هي بتاثر على السي ار تي مونيتور الايمج كواليتي بتاعته، او تقول ان الشاشه بتاعتك دي هي شاشه حلوه ولا وحشه ازاي. اول حاجه عندي ان هو اول مصطلح احنا بنشوفه حاجه اللي احنا بنطلق عليها اسم الدوت بيتش اللي موجوده عندنا. ايه هي الدوت بيتش اللي موجوده عندي؟ هي المسافه ما بين نقطتين في نفس اللون، dots between two dots the same color. يعني انا عندي هنا نقطه لونها ازرق وعندي هنا نقطه لونها ازرق، احنا قلنا الشاشه عباره عن مجموعه من النقط اللي هي الزرقاء والحمراء والخضراء تمام، المسافه ما بين نقطتين تمام متشابهين في نفس اللون دي اللي احنا بنسميها الدوت باتش اللي موجوده عندي، او اللي هي الديستانس ان مليمتر بتقاس بالمليمتر اللي موجود عندنا between two pixels اللي موجوده هنا اهوت of the same color on المونيتور اللي موجوده عندي، او اذا خدنا تعريف تاني تمام هي المسافه القطريه ما بين نقطتين اللي هنا اكتر تحديدا من نقطتين فوسفول موجودين عندي ليهم نفس اللون اللي موجودين عندنا. طيب يا ترى المسافه دي كل ما تقرب يبقى احسن وكل ما تبعد تبقى احسن تمام. تعالوا كده ناخد مثال صغنون كده اهوت، لو انا عندي شاشه عندي مربعين هنا رسمت وش بني ادم واستعملت مثلا
1 2 3 4 5 6 استعملت 2 4 6 استعملت 6 نقط، هل ده يطلع اوضح ولا لو استعملت رسمت وش بني ادم واستعملت 100 نقطه ومن كتر ما النقط دي جنب بعض انا حاسس ان هم متصلين مع بعض؟ هي دي الدوت بيتش. يبقى الدوت بيتش هو الخاصيه دي خاصيه خاصه فيزيكال بالمونيتور بتاعك، يعني دي انت مش ممكن تتحكم فيها من خلال السوفت وير، دي خاصيه خاصه بالمونيتور بتاعك. تمام، لما تروح تشتري مونيتور بتلاقي على العلبه بتاعته مكتوب عليه من بره كام دوت بيتش، بيتراوح المقدار بتاعه من 39% ملي متر الى 18 ملي متر. لما تكون المسافه 18 ملي متر ما بين نقطتين معنى كده انا عندي نقط كثيره جدا، معنى كده هو ان انا الصوره بتاعتي هتطلع ايه شاربر زي اللي هو. اما لما بتكون المسافه كبيره ما بين النقط، تمام، يعني في مسافه فاضيه كبيره ما بين النقط معنى كده عندي النقط اقل، فمعنى كده هو الايه الصوره مش هتطلع كواليتي زي ما بتكون عاليه. يمكن من اول انتاج، يعني انا اشتغلت في فتره وانا في مصر هناك في مجال بتاع الهاردوير دهوت، كانت الهانسول والفيو سونيك هم اللي اخدين التوب الشاشات التوب في السي ار تي والباقي كله مضروب لحد ما نزلت الشاشه السامسونج. الشاشه السامسونج كانت ساعتها من ارخص الشاشات اللي موجوده، بس لما شفنا الدوت بيتش بتاعها كانت عامله ساعتها، كان احنا كنا بنتكلم في الشاشات الرينجات اللي هي ال 15 وال 17، كانت الشاشه السامسونج الوحيده اللي كانت بتدينا 24% دوت بيتش، الباقي كله كان بيدينا 26 و28 واعلى من كده كمان في الشاشات الرديئه اللي موجوده. فكلنا تنبأنا من السامسونج ان هي فعلا هتكون تعمل احسن شاشات، وهو ده اللي حصل. يعني دايما انا بنصح الناس كلهم ان هم يشتروا الشاشات ايا كان نوعها سامسونج التوب في الشاشات اللي موجوده عندنا. فاذا ده اول حاجه مواصفات هاردوير موجوده في المونيتور ما تقدرش تغيرها، تاخد بالك بس لما تشتري منها، دي الحاجه اللي احنا بنسميها ايه الدوت بيتش اللي موجوده عندك. الحاجه الثانيه اللي احنا بنطلق عليها اسم الريفرش ريت، او اللي احنا بنطلق عليها اسم ثاني، تمام، الريفرش ريت طبعا ده الاسم بتاعها، ولكن هي عمليا احنا بنسميها الفيرتيكال العمودي ريفرش ريت اللي موجود عندنا. الفيرتيكال ريفرش ريت او ريفرش ريت هو عباره عن ايه؟ انا بيحصل عندي المونيتور ريفرش ريت ريفيرز تو هاو اوفتن، هاو كل مره، هاو اوفن الالكترون جان المسدسات بتاعتي او الالكترون جان كان ريدرو ذا انتاير سكرين في الثانيه الواحده اللي موجوده عندنا. يبقى هنا انا بتكلم في هنا في ايه؟ المسدس بتاع الالكترون جان يقدر يرسم الشاشه بتاعتي بالكامل، يعني يبعت الالكترونات بتاعته تغطي كل الدوتس اللي موجوده في الشاشه بتاعتي بالكامل كم مره في الثانيه الواحده اللي موجوده عندنا. الريفرش ريت ده هو انا اقدر اعمل له كونفيجريشن من خلال الويندوز بتاعتي، وهنشوفها دلوقتي ازاي مع بعض نعمل ريفرش ريت نعمل له كونفيجريشن اللي موجود عندنا. بس قبل ما اشوفها هنا اهوت، لما انا بقول انا هظبط الريفرش ريت بتاعي على 72 هرتز، دي معناها ايه؟ معناها ان اول البيكسلز اللي موجوده عندي، كل النقط اللي موجوده عندي فروم توب تو بوتوم، من البدايه خالص للنهايه خالص اللي موجوده عندنا هتترسم 72 مره في الثانيه الواحده اللي موجوده عندنا. تعالوا نشوفها هنا نعملها مع بعض ازاي. هروح الديسكتوب بتاعي، مش عارف اروح الديسكتوب بتاعي. اوكي رايت كليك واروح على سكرين ريزوليوشن. طبعا انا هنا هو انا بتكلم انا بشتغل على ويندوز 7، وبعد كده هخش على الادفانسد سيتنج، ومن هنا هخش على اللي هو المونيتور اللي موجود عندنا. هلاحظ عندي هنا هو السكرين ريفرش ريت اللي موجود عندي مظبوط على 60 هرتز. لو فتحت هنا هوت هلاقي ممكن الاقي 70 هرتز، ممكن الاقي 75 هرتز. امتى بغير الريفرش ريت اللي موجوده عندي؟ امتى بقول للمسدسات دي تشتغل بكفاءه اعلى؟ لو انا لقيت الشاشه اللي موجوده عندي فيها فليكر او الشاشه بحس ان هي بتلعب، ساعتها وده سؤال هيجي لك في الامتحان، لو لقيت الشاشه بتلعب هتعمل ايه؟ هتقول هزود الريفرش ريت بتاعي. تمام؟ ليه؟ لان هو ده هيخلي المسدسات او الالكترون اللي موجوده عندنا ان هي تبعت الريفرش اكتر، فمش هتحس ان في ايه ضعف في الصوره او في الصوره بتتنطط اللي موجوده عندي. هنا بنخلي بالنا من حاجه،
ان الريفريش ريت اللي موجوده عندنا دهيت ممكن كارت الشاشه يديني ريفريش ريت المونيتور ما يستحملوش. فلذلك برضو المونيتور ليه ريفريش ريت وكارت الشاشه ليها تقدر تظبط على اكتر من ريفريش ريت. يعني افرضوا مثلا ان كارت الشاشه هنا مديني الاوبشنز ان انا احط لحد 70 هرتز او 75 هرتز، بس الشاشه ما تستحملش غير 70 هرتز بس، ساعتها هيطلع لي ممكن يطلع لي ايرور مسج زي ما احنا شايفين ان هوت، هيقول لي انا اسف تمام انت كده شغال اوت اوف رينج، او الشاشه بتاعتك هتبقى سودا خالص، المونيتور مش هيقدر ان هو يستحمل ان هو يعرض العرض ده هوت. تمام، هنا في اوبشنز جميل قوي بيقول لي هايد المودز ذات ذا مونيتور كانت ديسبلاي. يعني انت لو حطيت علامه صح هنا هو تمام، هو هيعرف المونيتور ان اخره 75. طبعا انا ما جربتهاش هنا في ال سي دي، ولكن انا في الشاشات الثانيه كنت ممكن تلاقي 80 تلاقي 85 تلاقي 100 تمام، بس لو دوست عليهم تمام ساعتها المونيتور بتاعك مش هيقدر يشتغل. فالاوبشن الموجود عندي دهوت هنا بيقول له ايه، اخفي المودز اللي المونيتور بتاعي ما يقدرش ان هو يعمل لها ديسبلاي، اخفي المودز بتاعت الريفريش ريت اللي المونيتور بتاعي ما يقدرش ان هو يعمل لها ديسبلاي اللي موجوده عندنا. للاسف في امتحان الاي بلس بيبقى عشان هو ما فيهوش عملي وبيبقى بيعتمد كله على اسئله الاختيار المتعدد، من اصعب الاسئله اللي بتبقى موجوده فيه ان هو يفكرك يقول لك انت عشان تغير السكرين ريزوليوشن بتروح فين، فلازم تبقى فاهم حافظ الحته دي. هيقول لك في ويندوز 7 هتروح لمين؟ هنقول هنروح للسكرين ريزوليوشن. طب في ويندوز اكس بي هتروح لفين؟ هتروح لبروبرتيز. طب ماشي دي سهله تمام، بس لما يجي يقول لك في ويندوز 7 هتروح فين عشان تقدر تروح على الريزوليوشن بتاع المونيتور، هتقول له لازم اروح على مين؟ ادفانسد سيتنج. بتبقى صعبه قوي عمليه ان انت تفتكر الحاجات دي هي في الامتحان. حاول ان انتوا ايه يعني تشتغلوا عليها كتير عشان تثبت في ذهنكم انكم تقدروا تحفظوها. مكان تغيير الريفريش ريت في ال 7 غير مكان تغيير الريفريش ريت فين في الاكس بي، والكلام ده هو بصفه عامه في كل امتحان امتحانات الاي بلس اللي موجوده عندي. فاذا الريفريش ريت هنا هوت هي قدره المونيتور او الكترون جان يرسل الصوره كامله على الشاشه كم مره في الثانيه الواحده، وبيقاس بالهرتز اللي موجود عندنا. هنا هوت في كلام دخل فوق بعضه. خليها هنا كده. هنا بيقول لي an internal monitor error for an unsupported refresh rate. يبقى المونيتور هنا طلع لي رساله ايرور طلعت على الشاشه. ليه؟ لان انت حطيت ريفريش ريت هو ما بيقدرش ان هو يعمل له سبورت او هو ما يقدرش عليه. الحاجه الثالثه اللي بتاثر في المونيتور اللي موجود عندي اللي احنا بنطلق عليه اسم الريزوليوشن اللي موجود الخاص بالمونيتور بتاعي. الريزوليوشن برضو من الحاجات اللي هي تقدر تعمل لها كونفيجريشن من خلال السوفت وير. خليني اخدها على طول دلوقتي تمام. الريزوليوشن اغير الريزوليوشن ازاي بالنسبه لويندوز 7؟ رايت كليك واختار من هنا سكرين ريزوليوشن. في ويندوز اكس بي كنا بنختار بروبرتيز وبعد كده نروح على سكرين ريزوليوشن. انا مش فاكر، بص مش فاكر اسم التاب نفسه اللي فوق، اشتغلنا كام سنه على اكس بي بس مش فاكره. ومن هنا بنغير الريزوليوشن اللي موجود عندنا. هنلاحظ الريزوليوشنز اللي موجود عندي ان هو بيحتوي على رقمين زي ما احنا شايفين، رقمين مضروبين في بعض. الاحظ عندي ان هو ان انا شغال باقل ريزوليوشن طبعا ده عشان ايه، او قبل الاخير لو عشان برنامج التسجيل، لو رفعت اكتر من كده حجم الملف بيبقى كبير جدا جدا تمام. يعني حجم التسجيل بيبقى مربوط بالريزوليوشن انت بتشتغل بيه، عشان كده انت شغال بريزوليوشن كام؟ 1024 في 768. هنترجم الكلام ده هو يعني ايه ريزوليوشن، هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. الريزوليوشن الموجود عندي بيقول لي define how many software pixels are used to draw the screen. خدوا بالكم ان هو هنا بيقول لي ان هو software pixels، احنا خدنا البيكسلز اللي موجوده عندنا ورا اللي هي اقل حجم البيكسلز هاردوير اللي هي الار جي بي. البيكسلز اللي هي بتاعت السوفت وير بتحتوي على مجموعه من زي ما احنا شايفين ايه فيزيكال، عدد كبير جدا من الار جي بي. بلاش ان احنا نخش في المقارنه ما بين الاثنين دول. اي صوره هنا هو بتتكون من مجموعه من البيكسلز اللي موجوده عندي. المونيتور ريزوليوشن هو عباره عن ايه؟ بيديني عدد الهوريزونتال بيكسلز مضروبه في الفيرتيكال بيكسلز. زي ما احنا شفنا كده هو كان عندي 640 دي هتبقى اللي هي الهوريزونتال، في 840 اللي هي هتبقى مين؟ الفيرتيكال او العمودي. يبقى هنا 640 نقطه افقيه
في 480 نقطة عمودية. هو ده الريزوليوشن بتاعي. حاصل ضربهم تمام، هو ده اللي هيطلع عدد النقط او البيكسلز اللي مشتغل المستغله على الشاشه بالكامل اللي موجوده عندي. طيب لسه ما قلناهوش، اذا انا عندي هنا هو الريزوليوشن بتاعي 640 في 480. طيب اذا انا عندي صوره والصوره دي هي عباره عن 640 او عباره عن مثلا 800 بكسل في 800 بكسل وشغلتها على العرض ده اللي موجود عندي، ايه اللي هيحصل؟ هو مش هيقدر يعرض بالصوره دي غير 640 افقي مع 480 عمودي، مظبوط؟ فاذا الصوره هتبقى اكبر من حجم الشاشه، يبقى ساعتها كده اهوت هتقابل نفس المشكله اللي انا بقابلها هنا اهوت. لما بيكون عندي حاجه مثلا لو فتحت الانترنت انا هنا اهوت بقدر انزل كده اهوت، لان هو في المره الواحده ما بيقدرش يعرض غير عدد معين من البيكسلز اللي موجوده عندي. طيب لو كبرنا مثلا الخط اللي موجود عندنا، يبقى انا برضو هنا اهوت عدد البيكسلز حاكمني، لان عدد البيكسلز بتاعت صفحه الويب بيج اللي موجوده عندي دهيت اكتر من عدد البيكسلز اللي بتعرضها الشاشه، فلذلك هضطر ان انا استعمل الاجزاء اللي موجوده عندي دهيت او السكرول بارز اللي موجوده عندنا عشان اقدر اتنقل ما بين الاي يمين وشمال اللي موجوده عندي. طب ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل في حاجه زي كده طبعا ان انا ازود عدد البيكسلز. ازود عدد البيكسلز ازاي؟ زي ما انا قلنا رايت كليك وهختار من هنا سكرين ريزوليوشنز اللي موجوده عندي وهختار من ان هو عدد اكبر. عدد اكبر ليه؟ اكيد حاصل ضرب 1024 في 768 هيكون اقل من حاصل ضرب 1680 في 1050 اللي موجوده عندنا، يعني الناتج ان هو 1024 في 768 غير لما يكون الناتج هيكون عدد. الناتج هنا ايه اللي هيحصل؟ عدد البيكسلز هيكون اكتر، بس عدد البيكسلز هنا اكتر وعدد البيكسلز هنا اقل وكلهم على نفس الحجم اللي موجود بتاعي من الشاشه بتاعتي. ده معناه ايه؟ معناه ان الصوره هتصغر. بس معنى كده ان الصوره هتصغر ايه اللي هيحصل؟ ان انا الصوره الكبيره اللي كانت معقداني اللي كنت بروح يمين وشمال عشان اتفرج عليها، انا زودت عدد البيكسلز، يعني كم اكبر من البيكسلز هتتعرض في نفس حجم الشاشه اللي موجوده عندنا، وبالتالي هشوف الصوره كامله. بس طبعا اللي هيعيبها ايه؟ تمام، ان انا هلاقي ان هي بتبان ان هي اصغر، تمام، وتبقى اصعب ان انا اشوف التفاصيل بتاعتها اللي موجوده عندنا. فاذا الادفانتج بتاع الريزوليوشن اللي موجوده عندي ان انا هستعمل عدد بيكسلز اكتر، انا بستعمل عدد بيكسلز اصغر بس عشان انا محكوم بحجم شاشه معين اللي هو 17 او 20 او 22 بوصه، تمام، فعدد البيكسل بتاعي هيبقى اكتر بس هيبقى اصغر من الايه حجم البيكسلز الكبيره اللي موجوده عندنا. حد فاهم حاجه؟ انا حاسس ان انا نفسي مش موفق في الشرح الحته دي، اقولها مره ثانيه. الريزوليوشن اللي موجود عندنا، الريزوليوشن هو عباره عن حجم البيكسلز او عدد البيكسلز اللي موجوده عندي. بتتوصف ازاي؟ بعباره عن حاصل ضرب رقمين موجودين عندنا، اللي هو الافقي حاصل ضرب النقط البيكسلز الافقيه، تمام، انا عندي كام بيكسل وعندي كام بيكسل بالمنظر ده هو عمودي، يبقى حاصل ضربهم، حاصل ضربهم هيطلع عدد البيكسلز اللي موجوده عندي. في اللور ريزوليوشن بيكون عدد البيكسل بتاعتي صغيره، عشان كده 640 في 1000 في 480. طيب ايه اللي يحصل لو انا زودت الارقام دي؟ لو انا زودت الارقام دي فانا بزود البيكسلز اللي موجوده عندي. ايه المميزات؟ تمام، ان انا هقدر اشوف معلومات اكتر في الشاشه ومش هحتاج اروح يمين وشمال في عشان اتفرج على صوره او اتفرج على الانترنت اللي موجود عندنا. ولكن ايه العيوب؟ ما العيوب بتاعتها انت زودت عدد البيكسلز بس في نفس مساحه الشاشه، فبالتالي هتلاقي ان الحاجات اللي موجوده عندي هتصغر اللي موجوده عندنا. لازم نراعي حاجتين من الحاجات دي، هي ان كارت الشاشه بتاعك ليه ريزوليوشن والمونيتور بتاعك ليه ريزوليوشن. المفروض ان انت الريزوليوشن اللي تظبطه عندك، تمام، ان هو يكون هما الاثنين يقدروا ان هما يستعملوه. يعني افرض انت جايب كارت شاشه قوي بيديلك ريزوليوشن عالي، ولكن المونيتور بتاعك الحد الاقصى بتاعه مش واصل للريزوليوشن ده، ايه اللي هيحصل لو شغلته؟ لو عليت الريزوليوشن على الاخر في كارت الشاشه والمونيتور نفسه مش قادر يستحمل الريزوليوشن ده، ساعتها هتلاقي ان الشاشه بتاعتك كده هيبقى يعني مش عارف اوصفها ازاي، برضه حتى ما ينفعش تتطبق.
هتلاقي فيه الشاشه كلها خطوط كده هو بالوان قوس قزح، وهتلاقي الماوس ماشي بظل كده، وهتلاقي نفسك كده مش شايف حاجه خالص، تمام؟ هتلاقي بس انت شايف مجموعه من الالوان اللي موجوده عندك، لان المونيتور مش قادر ان هو يستحمل الريزوليوشن بتاع كارت الريزوليوشن بتاع كارت الشاشه اللي موجوده عندك. يا رب تكون فهمت الريزوليوشن دلوقتي. اخر تنبيه هنتكلم عنه في السي ار تي، اخذنا فكرتها واخذنا فكره عملها واخذنا المواصفات بتاعتها، لو سمحت ما تفتحهاش خالص، باظت يا اما توديها عند واحد بيفهم في الشاشات يا اما تشتري شاشه جديده. جوه السي ار تي اللي موجوده عندي بيكون في شحنات كهرباء بتوصل من 15000 ل 30000 فولت، قادره ان انت ان هي تخليك تتفحم، يعني تموت كده باربيكيو، تخليك تموت متسيئة جدا، لان شحنة كبيرة جدا من الكهرباء. هتعمل لي فيها ناصح وتقول لي اشد الفيشة قبل ما افتح الشاشة؟ نفس الحكاية، حتى لو انت شادد الفيشة، تمام، بتكون متخزنة جوه في المكثفات بتاعتها جوه او الكباستر الموجودة جوه، بتكون متخزنة فيها الشحنة دي، هي قادرة على قتلك. فابعد بعيد عن الموضوع تصليح الشاشه. يبقى حتى احنا قلنا نبعد بعيد عنهم لحد دلوقتي، ابعد عن تصليح الشاشه، ابعد عن تصليح الباور سبلاي اللي موجوده عندك، وبعد كده هنقول لكم ابعد عن تصليح الليزر برينتر اللي موجوده عندنا ان شاء الله في الاجزاء القادمه. بكده احنا خلصنا اول نوع من انواع العرض اللي هو السي ار تي، ودلوقتي نبدا في ال سي دي ديسبلاي. LCD طبعا اللي هي الشاشات الأنيقة بتاعتنا اللي هي تتميز ان هي مستطيلة زي ما احنا شايفينها، طبعا دي احنا بنطلق عليها الشاشة المستطيلة دي، تمام. دي في LCD ممكن يكون مربع، تمام، او ممكن يكون مستطيل، دي اللي احنا بنسميها الشاشة المستطيلة دي، احنا بنطلق عليها اسم الوايد سكرين، تمام. اما دي اللي هي LCD العادية، تمام، فدي برضو تاخد بالك لما تروح تشتري لابتوب او تشتري شاشات عادية، تمام، LCD وايد سكرين بتبقى احلى في الصورة، بتبقى احلى بكتير من LCD العادية. نفس الحكاية في اللابتوب، هو معظمه دلوقتي كله الشاشات بتاعته اللي احنا بنطلق عليها اسم الوايد سكرين. تعالوا نشوف مع بعض كده هو المزايا بتاعت LCD. LCD طبعا هو اختصار لكلمة Liquid Crystal Display، هنتكلم على الكلام ده هو ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي، يعني ما بيستعملش خالص حاجة اللي احنا CRT ولا بيستعمل مجال مغناطيسي، بيستعمل سائل الكريستال او طريقة العرض بسائل الكريستال اللي موجودة عندنا. LCD طبعا هو اللي بيستعمل في اللابتوبات، هو اللي بيستعمل في LCD مونيتورز اللي موجودة عندنا، وبدأ الاعتماد عليها اكتر بكتير. المميزات بتاعته ان هو ثينر، ارفع، ان هو لايتر، تمام، ان هو اخف بكتير. تخيل كده تشيل شاشه LCD 22 بوصه، وتقدر لو تقدر تشيل CRT 22 بوصه، الفرق بينهم عامل ازاي. بتستهلك كهرباء اقل، تمام، ان هي بتستعمل 5 واط، تمام، في حين ان الشاشات العاديه بتستعمل 100 واط اللي موجوده عندنا، تمام. مفيش الموضوع بتاع الفليكر خالص، تمام، لان هي برده ما فيهاش مجال كهرومغناطيسي، فما فيهاش حاجه اللي احنا شفناها الشادو ماسك اللي موجوده عندنا، فالفليكر بتاعها قليل جدا اللي موجود عندنا، تمام. ونفس الحكايه ما بيطلعش منها اشعاع يؤذي العين بتاعتنا زي الشاشات الايه القديمه بتاعه السي ار تي. هضيف كمان ميزه ثانيه مش موجوده عندنا في الكتاب. لما كنا زمان بنيجي نشتري المونيتورز كان يقول لك مثلا المونيتور ده هو 17 بوصه، تمام، فطبعا دي كانت المعلومه دي هي متهيألي يعني ما كانش في حد كتير بيهتم لها لما يروح يشتري مونيتور 17 بوصه اللي موجوده عندنا. تعرف يا جماعه مونيتور 17 بوصه يعني ايه؟ تمام، يعني هي المساحه من اول، هي طبعا دي الشاشه السوداء، تمام، ودي اللي هو الفريم اللي حواليها بتاع الشاشه اللي موجوده عندنا. لما اجي اقول ان انا عندي المونيتور بتاعي 17 بوصه، هي المسافه من اول البلاستيكه اللي هنا دي الى البلاستيكه اللي هنا دي، ده اللي احنا بنطلق عليه اسم كام؟ ال 17 بوصه، اللي هي المسافه القطريه اللي موجوده عندي بالمنظر ده. 17 بوصه دي انكلودد مين؟ البلاستيك اللي هو حوالين الشاشه اللي موجوده عندي. فكان عندنا حاجه يقول لك الشاشه مقاس كام بوصه، وكان عندنا حاجه بنطلق عليها اسمها الفيوبل اريا، يعني احنا نقدر نشوف منها كام بوصه، تمام. فكنا نلاحظ ان الفيوبل اريا بتختلف من شاشه لشاشه، كنا مثلا نلاقي ان المنطقه دي من اول، خلينا نغير اللون، الفيوبل اريا بالنسبه للشاشات دي هي مثلا الشاشه 17 بوصه، في شاشه من الشاشات نلاقي ان هو عباره عن 16 بوصه،
في شاشات تانية اللي إيه مثلا عبارة عن 15.8، يبقى انت شاري شاشة 17 بوصة بس حجم الرؤية الفعلية فعلا للشاشة اللي انت بتتكلم عنها اللي موجودة عندك 15.8. لذلك برضو الحاجات دي راعيتها سامسونج ساعة لما كنا بنشوف سامسونج، لان ان سامسونج كانت بتدينا اقصى حد من الفيوبل اريا، هي مش شدت دي 17 تمام، في بعد سي ار تي مش شدت دي 17 بس كانت بتبقى الرقم قريب جدا من 17 الموجود عندنا في ال سي دي. بقى لا خلاص، ال سي دي اللي موجود عندنا ياخد المسافة، ياخد المسافه من اللي هي الفيوبل اريا هي اللي بيتكلم عنها، وبنقول ان هي كام انش بالظبط. فاذا انت لو جبت 17 بوصه ال سي دي و17 بوصه سي ار تي هتلاقي ان ال سي دي بيكسب، لان ال سي دي 17 بوصه بحق ربنا، اما الثانيه داخل معاها الفريم البلاستيك اللي بيكون حوالين الاطار بتاع المونيتور اللي موجود عندنا، يعني من النقطه دي الى النقطه دي. فطبعا ال LCD اللي موجود عندنا كلها فيها مزايا فيما عدا طريقه عملها هتتعبنا شويه. تعالوا نشوف مع بعض ال LCD بتشتغل ايه عشان نقدر نفهم فكره ال LCD بتشتغل ازاي وفكرتها عامله ازاي. لازم نفهم مصطلحين موجودين عندنا. اول حاجه المصطلح اللي احنا بنسميه البولرايزنج او الاستقطاب اللي موجود عندنا. الموضوع ده كبير جدا تمام، بس انا هنحاول ان احنا ناخد القشور بتاعته. بس عندنا الضوء بيطلع unpolarized light، يعني الضوء اللي موجود عندي بيكون مصدر الضوء بتاعي سواء الشمس سواء اي نور او نوع من الاضاءه اللي موجود عندنا بيطلع علينا الضوء في موجات مختلفه، بيطلع الضوء في شكل موجات، الموجات دي كلها مختلفه اللي موجوده عندنا. عندنا حاجه اللي احنا بنسميها polarized filter او اللي هو المستقطب اللي موجود عندي. البولرايزد فلتر ده بيعمل ايه؟ بيقلاو اللايت ويفز اللي هي نفس الموجات بتاعة الضوء اللي هي ليها نفس الترتيب او نفس المحاذاة بتاعة الفلتر ان هي تعدي. انا عندي ان هو دي لايت ويفز اللي موجودة عندنا طلعت كتيرة قوي من وحدة الاضاءة اللي موجودة في ظهر ال سي دي اللي موجودة عندي. البولرايزد فلتر اللي موجود عندي ان هو مش هيعدي غير الويفز اللي هي العمودية زي ما احنا شايفينها. فاذا لما بعرض الاضاءه بتاعتي دي للبولرايز فلتر اللي هو اللي بيعدي الالايند بشكل عمودي اللي موجود عندنا، اللايت ويفز اللي هتخش هتبقى كلها عباره عن لايت ويفز عموديه هي اللي داخله عندي. احنا طبعا يعني مش قادر اقول ان احنا يعني مش عايز اشرح اللايت ويفز ان هي مش موضوعنا خالص تمام، ولكن يعني خدوها بالمنظر ده ان هي ابسط ايه ما يكون بالمنظر ده. فلما بتعدي الفلتر هيعدي بس اللايت ويفز اللي هي عموديه، فبالمنظر ده هتخش اللايت ويفز اللي هي كلها عموديه هنا اهوت. طب ايه اللي يحصل لو انا عرضتها لللايت ويفز العموديه اللي موجوده عندي دي؟ ايه اللي يحصل لو انا عرضتها لفلتر تاني موجود عندي بس هنا اهوت الفلتر ده عايز يعدي بس الويفز اللي هي الافقيه؟ اذا كل اللي داخله عمودي ده مش هيقدر ان هو يعدي، يعني مفيش ولا واحد افقي. فاذا هنا الفلتر التاني اللي موجود عندنا بما ان هو افقي وكل الضوء اللي مصدر الضوء اللي جاي له عمودي، اذا الضوء مش هيعدي من هنا فيصبح هنا نو لايت. فهنلاحظ ان هو ان ال سي دي اللي موجود عندنا دايما بيكون عندها اتنين سيبريت بولرايزنج لايت ويفز اللي موجوده عندي. عندي هنا اتنين فلتر موجودين عندنا بالمنظر ده. ده اللي هو اول حاجه اللي احنا بنسميها البولرايزنج او الاستقطاب اللي موجود عندي تمام. هقول المره الاخيره ان الضوء بيطلع منه او مصدر الضوء اللي دايما بيطلع الضوء في جميع الاتجاهات بيكون في الويفز بتاعته مختلفه عشان هي بتروح في كل اتجاه موجود عندنا. بنستعمل البولرايز فلتر الاولاني اللي هو بيكون عندي عمودي هيعدي لي بس اللي هو الموجات الضوئيه اللي هي العموديه اللي موجوده عندي تمام. بعد كده هحط فلتر تاني ان هو بيعدي الموجات الافقيه، فبما ان هو مصدره موجات عموديه بس مش هيقدر ان هو يعدي من البولرايز فلتر اللي موجود عندنا. الحاجه الثانيه اللي موجود عندنا اللي هي الليكويد كريستال. الليكويد كريستال هو اللي احنا بنسميه سائل الكريستال اللي موجود عندنا. بيتميز ان هو سائل الكريستال ان هو احنا دايما المواد عندنا يا اما صلبه يا اما سائله يا اما غازيه، صح؟ يعني المكونات الماده نفسها. فاذا الليكويد كريستال هو سائل
بس في بيتميز بالمميزات بتاعه الجزيئات بتاعته شبه الصلبه اللي موجوده عندنا. يعني هو حاله رابعه ما بين السائله والصلبه اللي موجوده عندنا، سائل بس الجزيئات بتاعته مش يعني مترصه جنب بعض، ان هي جنب بعض يعني مش سايبه زي مثلا ايه اي حاجه سائله، لا دول مترصين جنب بعض. فالميزه الاولانيه في ليكويد كريستال ان هو بيكون في صوره سائله ولكن بيتمتع ببعض الخواص بتاعه الجزيئات بتاعه الماده الصلبه اللي موجوده عندنا. الميزه الثانيه في ليكويد كريستال اللي موجود عندي ان هو عنده القدره على ان هو يغير اتجاه الضوء اللي موجود عندي. الميزه الثالثه في ليكويد كريستال ان هو الجزيئات بتاعته بتتاثر بايه؟ بالتيار الكهربي اللي موجود عندنا، بتتاثر بالتيار الكهربي ان هي بتعمل تويست، يعني ان هي بتلف. تمام؟ والميزه الاخيره ان احنا زي ما احنا بنشوف الجزيئات بتاعته متراصه مع بعضها البعض اللي موجود عندي. طيب تعالوا نشوف طبعا الليكويد كريستال. تمام؟ هو بياخد نفس الخصائص بالظبط بتاعت مين؟ البولاريزيشن او ظاهره الاستقطاب اللي موجوده عندنا. تعالوا نشوف الكلام ده هينفعني ازاي في ال سي دي. انا عندي زي ما احنا شايفين ان هوت ادي اللي هو اللوح الاول اللي موجود عندنا اللي هو البولاريز فلتر، وعندي اللوح الثاني اللي هو البولاريز فلتر اللي موجود عندنا، وفي النص فيهم يعني هو سائل الكريستال اللي موجود عندي. هنلاحظ ان الجزء اللي هو فيه البولاريز فلتر الافقي اللي موجود عندنا، هنلاحظ ان هو فيه زي شقوق او حاجات صغيره كده هوت او ممرات صغيره موجوده جدا. لما بيكون معاها السائل الكريستال اللي موجود عندنا، ايه اللي بيحصل؟ هيكون اخد الجزيئات بتاعته اخده نفس الشكل الافقي ده بالظبط بتاع اللي هو البولاريز فلتر الاولاني اللي موجود عندنا، ان هي طبعها ان هي زي السائل. طيب البولاريز فلتر الثاني اللي موجود عندي هيكون في نفس اللي هي الايه الشقوق اللي موجوده عندنا اللي احنا شايفينها بالمنظر ده. لما يجي الضوء يعدي، الضوء لما يجي يعدي من هوت البولاريز فلتر هيدخل لي كل الموجات اللي هي الافقيه اللي موجوده عندنا. طيب هنا هيعمل ايه هنا الليكويد كريستال؟ عندي هنا جزيئات افقيه وعندي هنا جزيئات اللي هي العموديه. تمام؟ فساعتها هيغير اتجاه الضوء من افقي الى عمودي، فيسمح بمرور الضوء اللي موجود عندي من ناحيتي. يبقى هو اصلا لو ما كانش فيه ليكويد كريستال كان الضوء اللي هيخش من هنا زي ما قلنا عمره ما معدي من هنا. ولكن لوجود الليكويد كريستال اللي موجود عندنا وان هو اخذ الشكل او المحاذاه بتاعت او الالاينمنت بتاع البولارايزد اللي موجود عندنا، سمح بمرور الضوء اللي موجود عندي. طيب احنا قلنا في حاجه ان البولارايز فلتر اللي موجود عندي ده هو ايه؟ لو عنده قابليه ان هو لو اتعرض للكهرباء اللي موجود عندي، اللي بيحصل ساعتها ان هو بيقدر يعمل تويست او ان هو يتحرك. تعالوا نشوف المثال ده هو، والمثال ان شاء الله يكون واضح جدا. ازاي البيكسل ار سويتش اوف؟ يعني البيكسل ازاي ان هي تظهر نقطه سوداء؟ البيكسل ازاي تظهر نقطه سوداء موجوده عندي؟ سويتش اوف البيكسل تظهر نقطه سوداء. تعالوا نشوفها ازاي. اول حاجه في الخطوه رقم واحد، اللايت بيجي لي في ديفرنت ويفز اللي هو من ورا الكمبيوتر، بيكون عندي زي لمبه فلورسنت كده هوت في ورا الشاشه ال سي دي بتنور. هتخش كل الموجات اللي موجوده عندي من خلال الهوريزونتال بولارايزنج فلتر، تمام؟ اللي موجود عندي اللي هو الافقي هتخش كل الموجات بالمنظر ده هوت هنا. ايه اللي هينتج ضوء كل الموجات بتاعته افقيه موجوده عندي هنا هوت. الطبيعي ان هو يمر، تمام؟ زي ما احنا قلنا. ولكن احنا هنا ازاي البيكسل بتتطفى اللي موجوده عندنا؟ البيكسل بتتطفى عندي ازاي هنا هوت؟ ان هو الترانزستور اللي موجود عندي هنا هوت، هشغل الترانزستور. فلما اشغل الترانزستور يعني هخلي الترانزستور تخش له كهرباء. فلما اخلي الترانزستور تخش له كهرباء، الجزيئات كلها بتاعت الليكويد كريستال، تمام؟ تتغير الشكل بتاعها. تمام؟ فهيبقى الشكل بتاعها اللي موجود عندي هياخد اللي هو الشكل الافقي. ما كانوا هم اخدين كلهم افقي ونازلين تحت ايه؟ عمودي. فاذا هتاخد كلها الشكل الافقي اللي موجود عندنا. فالضوء هيمر من الكريستالات الموجوده بس هيمر بصوره ايه؟ افقيه.
ساعتها لما يمر الصورة أفقية، لما يجي يخش على اللي هو اللوح الثاني بتاع الـ Vertical Polarizing Filter اللي موجود عندي هو عمودي، يبقى ساعتها الضوء مش هيخش، هيمنع دخول الضوء هنا هو. يا جماعه الكلام ده هو زمان زي احنا كنا بنشوف اللي هي الشاشات الـ الساعات الديجيتال. هو انت لما بتشوف رقم، الرقم ده هو بيبقى عباره عن ايه؟ مثلا رقم مثلا صفر، مش عباره عن نقطه سودا كده وشرطه سودا كده وشرطه سودا كده وشرطه سودا كده، تمام؟ وبتلاقي ان الشاشه كلها بيبقى لونها ابيض، تمام؟ الضوء معدي من كل حته، بس انا لما عملت هنا هو البكسل ده اوف، تمام، فطلع لي السواد، تمام، زي ما احنا شايفينه، صح؟ او لما كنا بنشوف التمانية، ما التمانية عباره عن ايه؟ مجموعه من الاسود وسط شاشه بيضاء. فانت كده عملت البكسل الموجود عندك ايه؟ اوف، ما خلاش الضوء يعدي، بس انت استفدت من الاسود اللي ظهر ده هو، تمام، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو السواد اللي موجود عندنا. طيب تعالوا نسهل الموضوع شويه. طيب ازاي بيخلي البكسل اون؟ تمام، هو ازاي يخلي البكسل يعدي الضوء بتاعي اللي موجود عندنا؟ اهو ببساطه، ما تمررلوش كهرباء، ما تمررش كهرباء لمين؟ للترانزستور المسؤول عنه. اذا الضوء هيخش، تمام، لما الضوء يخش هنا هو، تمام، هيعدي على الفلتر الاولاني، هيعدي الفلتر الاولاني، هيعدي الضوء بس اللي هو الموجات بتاعته كلها افقيه اللي موجوده عندنا. في الخطوه رقم 4، الترانزستور سويتش اون ذا بيكسل، يخلي البيكسل اون، تمام، ازاي يخليها تطلع نور؟ ازاي ان هو يطفي بس اللي هو ايه؟ الكهرباء بتاعه الترانزستور اللي موجوده عندنا. فلما يطفي الكهرباء بتاعه الترانزستور اللي موجوده، تمام، هياخد نفس الشكل اللي هو مين؟ الشكل العمودي. الشكل العمودي ده هو لما يجي هيلاقي قدامه فلتر عمودي، هيعدي منه، وساعتها هيظهر عندي ان هو ايه؟ هيعدي النور، هيروح لمين؟ للشاشه بتاعتي. الموضوع مش صعب، تمام، بس هو محتاج ان انت تسمعه اكتر من مره وان انت تركز فيه. فاذا هنا هو زي ما احنا شفنا ان هو الوضع الطبيعي بتاعي ان هو الضوء بيجي من ورا، تمام، بيعدي على البولرايزنج فلتر الموجود عندنا او قطب الاستقطاب او فلتر الاستقطاب اللي موجود عندي اللي هو الافقي، وبعد كده هو الليكويد كريستال الموجود عندنا هنا هو بيقدر ان هو يعمل له بلازما، والليكويد كريستال ده هو لو انت اديته كهرباء بيغير من شكله، وبالتالي ان هو بيمنع ان هو الضوء ان هو يعدي عندي. طيب كلام جميل جدا. طب ما تيجي نشوف ايه هي الانواع بتاعت ال LCD اللي موجودة عندنا. كان عندنا ثلاث انواع من LCD، الباسيف ماتريكس سكرين والديوال سكان والاكتيف ماتريكس سكرين اللي موجودة عندنا. الثلاث انواع دول بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا ازاي هدي كهرباء للليكويد كريستال اللي موجود عندي جوه الشاشة بتاعتنا، يعني طرق مختلفة ان انا هدي كهرباء ازاي للليكويد كريستال ده هو. الطريقه الاولانيه اللي استعملوها في الباسيف ماتريكس سكرين، قال لك ان احنا الشاشه بتاعتنا هنقسمها لمجموعه من الترانزستورات، تمام، هيبقى عندي صفين ترانزستور اللي هم زي ما احنا شايفينهم افقيين بالمنظر ده، تمام، وعندي صفين ترانزستور تانيين اللي هم عموديين بالمنظر دهوت. انت عايز تولع النقطه دي، يبقى ساعتها هتشغل الترانزستور اللي موجود عندك هنا مع الترانزستور اللي موجود عندك هنا، تمام، يبقى نقطة الإطفاء دهيت، يبقى ساعتها الترانزستور اللي هنا ده هيشتغل اللي موجود، وبالتالي هيحجب هو الضوء اللي هو يعدي في المسار اللي موجود عندي هنا. فإذا ده اللي هي إيه؟ الطريقة اللي إحنا بنسميها الباسيف ماتريكس سكرين. الطريقة دي كان طبعًا ليها مساوئ. لو تفتكروا زمان يا جماعه لما كنا بنشتري لابتوب، كنت ممكن تيجي تشتري لابتوب مستعمل كده تلاقي فيه خط ظاهر بالمنظر ده، الخط ده مش مكتوب فيه حاجه خالص. ليه؟ لان ببساطه الترانزستور بتاعه اتحرق، او لو كان الخط مثلا دهوت مثلا تلاقي خط كده في الشاشه بتاعتك عمودي بالمنظر ده، فمعنى كده ان الترانزستور اللي هنا اللي هو ايه؟ اتحرق، تمام؟ فطبعا يبقى كل الخط دهوت مش هيشتغل مره ثانيه، او كل الخط دهوت مش هيستغل مره ثانيه اللي موجود عندنا. الحاجة التانية اللي موجودة عندي ان هو عملية تشغيل ترانزستورز ومدى الحساسية بتاعته في الريفريش ريت كانت بتبقى قليلة، بمعنى ان انا كنت مثلا الماوس بتاعي مثلا هنا، تمام، لما اجي احرك الماوس المفروض زي ما انتم شايفين المؤشر بتاعي كده ماشي لحد ما اوصل للنهاية، اما زمان الناس اللي كانت بتشتغل على اللابتوب بتاع زمان تيجي تحرك الماوس من هنا مرة واحدة ما تشوفش الحركة اللي في النص دي، تلاقي الماوس بتاعها ظهر هنا هو، كنا نقعد ندور هو الماوس راح فين، هو الماوس راح فين، الماوس راح فين، ده ناتج من ايه؟ ان الريفريش بتاعها كان بطيء.
فحاولوا ان هم يطوروها شويه وعملوا حاجه اللي احنا بنسميها الديوال سكان. الديوال سكان اللي موجوده عندنا قال لك ان هي بتعتمد نفس فكره الباسيف ماتريكس بالظبط اللي موجوده عندي، بس هم قسموا الشاشه هنا اهوت الى قسمين، تمام، بحيث ان هم يعملوا ديوال سكان اللي موجود عندنا. يعني انا بدل ما كنت يعني حاجه واحده بس مسؤوله ان هي تعمل تشغل الترانزستورات، لا، الشاشه نصين، كل نص بيشتغل لوحده طبعا بالتنسيق مع بعضهم البعض، تمام. فبالمنظر ده هو اديتني ايه كواليتي اكتر اللي موجوده عندي. طيب امال ايه هو الجديد؟ لا، الجديد بقى اللي هو اللي احنا شغالين بيه، اللي احنا بنطلق عليها اسم الاكتيف ماتريكس اللي موجوده عندنا. ورا كل بيكسل في الشاشه موجوده عندي، تمام، انا كنت الاول اروح عند البيكسل معينه، تمام، مسؤول اروح عند ايه الترانزستور بتاعها اللي فوق والترانزستور بتاعها اللي في الجنب، لا، ده هنا ورا كل بيكسل موجود عندي فيه ترانزستور. واو، معنى كده هو تبقى العمليه هتبقى اسرع لي بكتير، ان انا اقدر اتحكم في الترانزستورز على طول، بدل ما اروح ده ويروح يدي ده ويمشي من خلال سلك يوصل للنقطه دي وينور النقطه دي او يشغلها او يطفيها. هتبقى العمليه بالنسبه لي كده هو بتاخد وقت والريفريش بطيء بتاعي، لا، ده انا ورا كل نقطه او ورا كل بيكسل موجود عندي، تمام، هيكون عندي ترانزستور. بس الكلام ده ليه معاني كبيره، تمام. ايه هي المعاني الكبيره بتاعته؟ معنى كده ان انت عدد البيكسلز اللي موجوده عندك هتبقى ثابته، صح، لان انا هثبت وراها ورا كل بيكسل ترانزستور. يبقى بالمنظر ده هو انا عندي كم كبير من الترانزستورز وكم كبير من البيكسلز اللي موجوده عندي والبيكسلز ثابته. معنى كده ان في اختلاف من مين ومين ما بين ال LCD وال CRT. ال CRT حجم البيكسل كان بيختلف زي ما احنا شفناها في الريزوليوشن اللي موجوده عندنا. امال في ال LCD لا، انت بتقول لي عدد البكسل الثابته، اه صح. امال إيه، انا شغال، انا واحد من شغال على شاشه LCD، امال ازاي بغير في الريزوليوشن والريزوليوشن بتاعي بيصغر فعلا، الكتابه بتاعتي بتصغر والصور بتصغر او بتكبر حسب تغيير الريزوليوشن اللي موجود عندنا، تمام. هنا هنلاقي عندي حاجه في ال LCD بتستعمل حاجه احنا بنسميها نيتف ريزوليوشن، هناخدها ان شاء الله مع بعض في المحاضره الجايه، بس انا بثبت دلوقتي ان عدد البكسلز ثابت في ال LCD، وده اختلاف ما بينها وما بين السي ار تي اللي موجود عندنا. طيب ما بالمره بقى انت عمال تقول لنا